بسم الله الرحمن الرحيم. أمهات كتير بيسألونا إزاي أجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعي. طب ليه عايزة تجمعي؟ لأن الرضاعة الطبيعية غير كافية، أو الحليب أو اللبن مش كافي للبيبي، والبيبي ما بيشبعش. طب عندنا 6 خطوات للجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعي. إحنا عندنا أم وبيبي ورضاعة، فاتنين للأم واتنين للبيبي واتنين للرضاعة. اتنين للأم، أول واحدة اوعي ترضعي صناعي إلا لما يكون جسمك اتعود على الرضاعة الطبيعية، وكمان طفلك اتعود عليها. النقطة التانية، بأي حال من الأحوال ما تبدأيش الرضاعة الصناعي قبل 3 شهور. ليه؟ لأن طفلك هيحب الرضاعة الصناعي ويسيب الرضاعة الطبيعية، ويعمل زي القرع يمد لبره ويسيب خير الطبيعة. النقطتين التانيين للرضاعة الصناعي، لازم تحطي نظام للرضاعة الصناعي. يعني ايه احط نظام للرضاعة الصناعي؟ ما حاولي بقدر الامكان ما ترضعيش صناعي الا لما تكون مضطرة او تديه مساعدة للبيبي. يعني ايه اكون مضطرة؟ يعني اكون بره البيت او في الشغل او عند النوم، فبالتالي ما تديش عمال على بطال رضاعة صناعي. النقطة التانية، حاولي على قد ما تقدري ما تكونيش انت اللي ترضعي صناعي. يعني ايه؟ اطلبي مساعدة جوزك او مامتك، خليك انت دايما انت الخير ربنا الطبيعي لطفلك، انت خير الطبيعة. طب دول 2 للرضاعة الصناعي، 2 للبيبي. لو طفلك رفض الرضاعة الصناعي، والراجل ده عنده حق طبعا، استعيني بالله، حاولي بقدر الامكان تديله الرضاعه بالتدريج. وخلي بالك الرضاعه تكون دافيه في الشتاء ويكون فتره في الصيف. النقطه السادسه، حاول بقدر الامكان استخدام مضخه او شفاط للحليب كحل مبدئي قبل ما تبداي او تلجئي للجمع ما بين الرضاعه الطبيعيه والرضاعه الصناعي، خاصه لو هتسيبي طفلك فترات قصيره. أسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ أولادكم وأولاد العالم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. شكرا، سلام عليكم.